نبيعوا في التوابل. شو قدرت بزرت قدش عندك؟ نعم قدش عندك لهنا تبيع؟ عندي فوق 25 سنة ما شاء الله. 25 سنة هذيك المهنة تاع ورثة على الوالد. العائلة كلها توابلية؟ كل العائلة كلها توابلية. أصلكم من نابل؟ لا أصلي من قلعة اللص. من قلعة اللص. شنو تبيع بالضبط هنا؟ شنو بيع التوابل، فلفل شايح، ثوم، تابل، حمص، لوبيا. اي مازالتك المرأة توك تعمل العولة وتجي مازال العهد العائلة مازالت هذيك الأصل بيو تو يعملوا العولة. عولوا اي عولوا كل عادة. العادة هذيك هي. انت ها قاعدين نشوف وراك فلفل شايح. اي منين تجيبوا كيفاش تعمل؟ نجيبوا فيه من قليبة باش الناس تعول. وخدمته مش سهل؟ خدمته صعيبة. خدمته صعيبة، تشكيك ويحرقوه بالحطب. يحرقوه بالحطب باش يولي كوشة، باش يولي مكوش. صعيبة شوية خدمته. وشنو التوابل الأخرى اللي تبيعها؟ هذاك ما هو ملوبيا وحمص وفلفل شايح وتابل وكروية. يقولوا الكروية زادة دواء هكا؟ نعم هاي الكروية دواء. هاي دواء كل شيء، دواء كل على الكحة خاصة. خاصة طول هنا فما إقبال؟ فما مواطنين يجيو؟ فما شوية إقبال، أما الإقبال الكبير في قلعة لندلس. لم القلعة قلعة لندلس. مسقط راسك؟ مسقط راسي. وعلاش يقول قايل؟ خاطر بلاد كبيرة ولهنا الدشرة ظريفة. يجيو من نساء ورجال؟ نساء ما عندهمش طلبات خاصة هكا يقول لك؟ عندهم طلبات مثلا؟ طلبات في الفلفل في الفلفل هاي في التابل وفي التابل نتاع عولة. مازالوا عندنا نساء يعولوا؟ عندنا التوا قاعدة هذيك العادة والعويد، التوا قاعدة هذيك هي العادة نتاعنا. يعولوا في القاعة لندلس. العادات نتاعهم كيفاش؟ كيما لهنا كيما الغادي. شنو يعمل بالضبط؟ كيما لهنا يعولوا زادة في عاولوا في الشيح والتابل الكروية وكل شيء. عاولوا كل شيء هذاك هو. انت لهنا في السوق قلت لي عندك سنوات، معناها قداش عندك تقريبا؟ من اللي بديت الخدمة 57 عام. نعم 67 68 ما شاء الله. خدمتك هذيك؟ هذيك هي ورثة على الوالد. شنو تبدل توا وقبل توا في السوق؟ احكي لك. هذاك هو هذاك اللي هذاك هو اللي شنو اللي تبدل على مستوى المفهم اقبل فما الاسواق؟ شنو الحاجه اللي حصلتها ما كانش موجوده قبل وتوا توجدت في الخدمه نتاعك؟ تو كل شيء موجود، كل شيء موجود، خاصه الفلفل هذا عملناه بشيء غالي والسنه رخيص. عملناه بشيء وصل حتى ل 25 26 كيلو. تو هنا يخدم ما بين 15 ل 18. والاسواق الاخرين تاع الاخرين هذاك ما قاعدين مثلا؟ نعطيني بالواحد شنو مثلا الاسواق؟ الاسواق تاع اللي تبيع فيهم شنو هو؟ شنو تبيع بقدر الفلفل؟ بالنسبه للفلفل من 15 ل 18. الثوم الكيلو من 8000 ل 10000. فلفل الشايح هذاك هو حاجه باهيه باهيه من 18 ل 15. عملناه اللي يخدم ب 27 و25. يجيك شعائلات يطلبوا حاجات خاصة وتتجي هكاية حاجة ترفع هكاية متاع عائلات، ولا مرأة تجي تطلب منك حاجة يجيوا ياخذوا؟ يجيوا ياخذوا مثلا القمح والشعير باش يعملوا، والحمص باش يعملوا البسيسة. وقته طويكة. مازال شكون يعمل بسيسة؟ قاعدين لتوا كالعادة، احنا نسكنوا في الدش في الجر قاعدين ناخذوا نستعملوا في البسيسة. قاعد لندلس؟ قالت لندلس بقى ريفيه. هاي بقى ريفيه يعملوا البسيسه، يعملوا البرغل، يعملوا الشوربه، يعاولوا الفلفل غبره. الغبره كيفاش؟ يرحوها. يرحوها فلفل زين. هاي توا نساء اللي معرسين توا جينيراسيون جديده تعرف الامور هذه الحقيقه؟ شيء انتيك ما يعرفوش العولة، ما يعرفوش العولة، شيء ما يفهموش شيء. كبعضهم ما تعرفش طيبه الشبيبه بتاعته. أكثر حاجة خارجة عنا التابل والكروية والفلفل الشايح والقمح والشعير للبسيسة والحمص. ونفس الإقبال في السوق هذه والأسواق الأخرى؟
كيما القلعة كيما لهنا كيما كيف كيف نفس الإقبال. يجوك مواطنين متواضعين على مستوى المادي تعاونهم يطلبوا منك مثلا 100 جرام 50 جرام كذا؟ نعطوهم باللي يحبوهم باللي يحب هو كل قدير وقدر. ظروف صعيبة دخول مكتب وناس تعب تقف معاهم؟ ها؟ تقف معاهم؟ بلا هنا نعاونوهم مش نعملوهم نعاونوهم. هكا وتتكسش حاجة هكا في مخك تاع مواطن كنت معاه باهي عاونته الحقيقة؟ هنا كل قدير وقدر، كل واحد يحب يشرب دينار الاخر يشرب 5000 كل قدير وقدر، باللي يجيب باللي يمد الفلوس نعطوه. ما 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 تقفش ما تقفش لا لا ما نوقفش باللي كل قدير وقدره. الخدمة هذه تو بخلفك انت عندك ولادك يعاونوا فيك؟ اوكا شكون المعلم تو انت ولا هو الحقيقة؟ هو المعلم ونصلح هكا هو كلمة عند شكون تو شكون يديريش؟ انا نديريجي هو شكون الكبير الكبير وهو هو هكا عنده جايز قديش 50% من الكلمة؟ 40% 30%. أما الكلمة الأخرانية؟ الكلمة الأخرانية لينا. ال بشيش يتغش عليك؟ لا يتغش علي نتغش عليه. منين ما تغشش على بابا. بابا عمري ما زيد فيها عينيا. والله عمري ما زيد فيها عينيا. الولد طلع كيفي. اللي نقول لك هو. الاحترام. الاحترام. وكيف بالنسبه للصنعه هذه كيفاش خذيتها مع عند بوك؟ كيفاش علمك؟ احكي لي بالقوه بالضرب كيفاش؟ بالقوه بينيا بينيا خذيتها لقفت لي السنه بينيا وقعدت نديري وحدي. قداش بقى بوك في الخدمه؟ بابا تبارك الله يمكن 35 سنه وانا تو عندي 57 سنه في الميدان ما شاء الله. عام 67 68 شديت الخدمه عمري 13 سنه.